كوتش صباح النور. صباح الخير سيدة عائشة، صباح الخير سي عاطف مخرجنا شاب، صباح الخير مستمعات مستمعين كاب راديو. صباح النور هذه كوتش مريكا. إذا كوتش كيف ما قلت اليوم غنتكلموا معاك على واحد الموضوع اللي كيهم الشخصيات، يعني في المجتمع ديالنا وحنا شخصيات وأنماط شخصيات مختلفة جدا وعديدة. ولكن اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد شخصية نوعا ما هي ماشي كتعاني ولكن صعيب تتأقلم يعني مع الشخصيات أخرى اللي كاينين في المجتمع. عائشة قلت واحد الكلمة اللي هي كتعاني، هي من الطبيعة أن الشخصية الحساسة شنو هي؟ أنها خصها تكون ما كتعانيش، لأن احنا كناخدو الشخصية الحساسة على أنها سلبية، شي شخصية اللي هي كنتفاداوها، شي شخصية اللي كنبعدو منها في التعاملات ديالنا. لأن من خلال علاش أنا اختاريت هاد الشخصية هذه بالذات، احنا أكيد احنا شخصيات متعددة، شخصيات مختلفة وهذا هو الطبيعي، غير أنه هاد الشخصية هذه واخدينها الناس على أساس أنها ضعف، أنها شخصية اللي فيها ضعف، أنها شخصية اللي فيها سلبية، أنها شخصية اللي كيتفاداوها الناس. وهي برأسها هاد الشخصية هذه كتكون حاسة بأنها ملي كتقول شخصية حساسة هي برأسها كتحس برأسها ناقصة ماشي قوة. وأنا غنفهم الأمور هذه بأن الشخصية الحساسة شخصية قوية، هذه قوة العكس تماما. الشخصية الحساسة هي أصلا إلى جيتي تشوفيها هي حساسة. منين جات هاد الكلمة ديال حساسة؟ من الإحساس. الشخصية الحساسة إلى جيتي نفسرها مزيان والناس باش يفهموها معايا، هي كنز كتملكو هاد الشخصية هذه، واحد الملكة كيزرعها الله سبحانه وتعالى في هاد الإنسان. ماشي كاع الناس كاملين كيكونوا بهاد الشخصية هذه. هاد الشخصية هذه شخصية اللي الأساس ديالها هي الفطرة الإنسانية. الأساس ديالها شخصية نقية، شخصية صافية، ماشي ديك الشخصية ديال الغادر ديال من تحت لتحت بحال اللي كنقولوا حنايا. لا، عليك كنقول لك انا واخداها على اساس شخصيه بالعكس ايجابيه. اذا كنتي انسانه شخصيتك حساسه او عندك صديق او حد من العائله بهاد الصفات هذه، راه خصك تكوني يعني سعيده بوجود هاد الناس معك، او انت خصك تكوني حتى انت فخوره بنفسك بان عندك هاد الشخصيه هذه. هاد الشخصية الحسنة قلت لك منين جات الكلمة، جات أصلا من إحساس. يعني هاد الشخصية هادي شي حاجة اللي كتحسس، عندها إحساس بالجميع، بالمحيطين بها، إي كانوا قرابين أو بعادين. كتلقايها يعني عرفتي ديك الأم اللي ماشي حيت أنها غير أم وصافي، ولكن كاين واحد الأم اللي كتكون عندها شخصية حساسة راه كتحس بولدها غير كيترك مالك فعلا، كتركز في التفاصيل صحيح. ديال التفاصيل ديال التفاصيل، هذا هو اللي كيخليها ان الناس كيحسبوها انها سلبيه. هاد الشخصيه هذه هي اللي كتقدر تقراك لا جسديا ولا شعوريا، غير تشوفك كتعرف انك فرحانه وهذا، واخا انك ما بينتي ليهاش، ولكن تقول اليوم بنتي ليا حاسه بك، دائما كتلقاها عند هذه الكلمه، حاسه بك اليوم مرتاحه، حاسه بك اليوم فرحانه، كتلقيها عند الناس هادو هذا. اولا كتقول لك حاسه بك، واخا تكوني شوفي لابسه وهذا ومقاده راسك بيان ماكيو كل شيء، كتقول لك حسيت بك ماشي هي هذيك. بعض المرات كتصدمك، انا هذا الشيء عندي غير انا، وهي كيفاش تحست بيا؟ عليك نقول لك هاد الام هذه تقدر تكون بنتها داخل عليها ما فيها، يعني كتحاول انها تخبي عليها وما كاين والو، مثلا الا كانت مزوجه ولا هذا، ولكن الا كانت الام حساسه غير كتقول ما عجبتينيش مالك، لا انا شوفيني هنا، يعني كتبان لك على برا انها، ولكن انت كتحسي بها. هذه هي الشخصيه الحساسه، انها كتحس بالجميع، بالمحيطين بها جميعا، وهذا هو اللي كيسبب لها مشاكل. وهذا شنو؟ هذا انها كيخليها انها كتفقد الطاقه بزاف، انها كتلقايها مجهده وعيانه، وعلاش وهي ما عامله والو، كتلقايها ما عملتش شي مجهود اللي هو عضلي، ولكن بداك المجهود انها مع الناس تعبانه من الداخل. علاش؟ لان هاد الشخصيه هذه كتأثر بسرعة،
كتاثر بالمزيانه، كتلقيها فرحات مع الناس وتاثرات وهذا، وكتلقيها عاوتاني في نفس الوقت دغيا دغيا كتحزن، غتعاودي ليها شي حاجه كتلقيها بدات كتدمع معاك ودغيا وهذا، واخا ماشي ديالها كتلقيها دخلات معاك. الا كانت فرحه واخا تكون عندها شي حاجه ديالها ما عجبهاش، ولكن كتلقيها دخلات معاك هي في ديك الفرحه ديالك، غتخلي راسها. حنا مازال غنهضروا على هذا الجانب هذا، كتلقيها عاوتاني عندك شي حاجه اللي هي غادي تعاودي لها، وشي حاجه عندك شي حزن شي، كتلقيها عاوتاني تخلات معاك وبكات معاك وحست بك. هنا هذه هي من بين ميزات الشخصيه الحساسه، داك التعاطف مع الناس، كتلقاها دائما متعاطفه مع الناس، دائما كدير بلاصتها في بلاصه الناس، دائما حاسه بهم. هذا النوع ديال الناس يعني اذا كان زوج او زوجه راه كدوز حياتهم صراحه في واحد لان هذه كتحس بكل شيء، يا الزوج يا الزوجه. اذا كان معك في العمل كيحس بك، كتلقيها بحال هاد الناس هادو اللي ما عارفينهمش، كتلقيه يعاونك في الخدمه ديالك، اجي ارى نعاونك، ويخدم معك، ما عنده سوق انه يبين مثلا للناس اخرين او المدير انه نعاون، ما عنده سوق، ولكن المهم عنده شنو؟ انه داك العمل ينجح، اني انا نعاونك مادام انا شفتك مضغوطه انا غادي نعاونك، يعني كيقدم المساعده بتلقائيه وما كيتسناش موراها شي حاجه. هاد الناس هادو اللي كتلقيهم كيعجبوهم التفاصيل، كتلقيه كي تفاصيل الامور، هادي كتلقيه كيفصل حاجه بطبيعه الحال فيها المزيان وفيها اللي ماشي مزيان، راه كل حاجه فيها الايجابي وفيها السلبي، ولكن مع الاسف هما الاكستريم، يعني كيمشيو الاقصى هادي هي اللي حنايا كن هذا هو المشكل اللي بغينا نقولوا، غادي نقولوا حنا غادي نهضروا عليه، لان هنا حنا شنو؟ حنا غنهضروا على التوازن، يعني ما غنفصلش الامور، ندقق في التفاصيل ديال التفاصيل، كاين شي حاجات اللي خصني انا نتوازن فيها. انا قلناها هي الشخصيه اللي كتبغي التفاصيل، كتحب التفاصيل، وهذا كيعرضها بعض المرات لانها كتصدم، انها داكشي اللي بغاتو هي ما كيكون شيء. هنا اللي كنهضروا كاينه فيها هاد السلبيه هادي، داك سقف التوقعات، كتبقى تخدم على شي حاجه اللي هي بغاتها هي اللي فراسها هي، وبالتالي ملي كتلقى الناس ما عملوش داكشي اللي بغاتو هي، عندها سقف توقعات عالي بزاف. هذا من بين السلبيات ديال الشخصيه المثاليه. من بين غنكمل انا غير في الايجابيات عاد غادي ننتقل انا للسلبيات. من بين عاوتاني الايجابيات ديال الشخصيه الحساسه هي ديك انها شي شخصيه الا كان عندك شي مشكل او ازمه، هي من داك النوع اللي عندها معالجه دقيقه للامور، كتبقى انها كتفصل لك الامر، كتحلل لك الامر، يعني قد ما هي حساسه يعني عندها احاسيس ومشاعر، ولكن ملي كتجيها شي حاجه اللي هي خصها المنطق وخصها العقل، كتلقاها انها موجوده، كتحلل المسائل ديالها وفي حياتها لا الشخصيه ولا العمليه. الشخصيه الحساسه كتلقاها انها تقدر تكون سند ليك، الا قالت لك نوقف نوقف، كتوقف، كتكون شي وحده اللي هي تقدر تعول عليها، سواء الا كان راجل او كانت امراه، يعني شي حد اللي تقدر تعول عليه، لان كيكون مسؤول، هو كيكون شخصيه اللي هي مسؤوله. انا قلت لك الا قدرنا نوازنوا ما بين هاد، هي انك تكون واحد الانسان حساس مزيانه بزاف، ولكن المجتمع ديالنا ما خصكش تبقى غير في هاد الشخصيه، يعني خصك تعرف وقاش تستعملها، لان الا كنتي غير كتستخدم غير هاد الملكه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، غتقدر تعرض لصدمات ويصدموك الناس، وتقدر تدخل في ازمات نفسيه، وبالتالي خصك تعرف فوقاش كتخرجها وفوقاش كتستعملها وفوقاش نجمعها عاوتاني، لان حنايا ما عايشينش بوحديتنا، عايشين مع ناس معنا، وبالتالي عادي جدا يكونوا الناس مزيانين والناس اللي ماشي مزيانين. كاين الناس اللي كيقراك وكيعرفك، انت كتعامل كتعاطف معاه بواحد الطريقه اللي هي من حسن اخلاقك، من نيه حسنه، من ديك الملكه اللي عطاك الله، ولكن هو كيستغلها بطريقه اخرى، يقدر يستغلك في شي حاجات اللي انت ماشي من المبدا ديالك، ماشي من الاولويات ديالك. هنايا كتدخل عاوتاني انها كتولي عندك نقمه ماشي نعمه. الشخصيه الحساسه خص
يكون عندها أسلحة أخرى، يكون تهي خصها، لأن الناس اللي كيقولوا شخصية حساسة كيقول أنها ضعيفة، هي لا، قوية، غير هي ما كتعرفش مع من تستعملها. هي القوة ديالها في ذاك حتى كتعلم. هنا ملي كتعلم كتولي أنها كتعرف مع من أني نستخدم هاد الملكة ديالي، وفوقاش غادي نجمعها ونخرج واحد شخصية أخرى أو وسائل أخرى اللي غنقدر ندافع عليها على راسي مع الناس اللي هما كيستاهلوا أنني نتعامل معهم بهذه الطريقة. هذه الشخصية الحساسة شخصية مهذبة جدا، كتلقيها كتحترم راسها وكتحترم الآخرين، ما تقدرش تسمع من خلالها شي كلمة اللي هي بديئة أو شي كلمة ديك أننا كتبقى تعطيك معاني يعني توصل لك ميساجات غير هي ما ديركت. ما كتعرفش وما كتفهمش، حتى كدوز شحال من حاجه كتقول واش سمعتي شنو والله ما رديت البال، كتقول والله ما رديت البال. هاد الشخصيه هذه هي هادي يعني هنايا اللي كيوقعوا ليها مشاكل، كتكون شي حد اللي غير من تحت هي ما عندهاش هادي ما كايناش عندها. الشخصيه الحساسه كتلقاها انها، انا قلت لك مهذبه، كتحترم راسها وكتحترم الاخرين، ما تسمعش منها الكلمه اللي ماشي مزيانه. الشخصيه الحساسه كتلقاها انها تقدر تعاونك، شتي تقدر تحس بيك وتقول لك، تقدر مثلا شتي شنو الا انا كنت خدامه مع شخصيه حساسه توصل لك غير 15 في الشهر ولا 20 فاش تقول لك بنتي ليا ما عندك حتى فرانك ياك نعطيك، كتلقاي هذه من وانا ما قلت لها والو. كتعاون، شنو بغيت نقول، انها كتعاون، كتساعد، كتبادر. ولكن الا عاوتاني الا حسيت بك انها كتجمع كل شيء او كتقطع كل شيء، صح وهذا هو المشكل اللي تكلمنا عليه، نقطه التوازن. صح. الشخصيه الحساسه شي وحده اللي كتبغي تجلس مع راسها، ما عندهاش مع ديك خلط ديال الناس والافراح وعرضني نعرضك. وكاين الناس اللي كيتهمها انها كتعيش وحيده، لا غير بعض المرات ما عندهاش مع داك الصداع بزاف. تقدر تخرج مع صديقات، ماشي قوه الصديقات، ماشي قوه الاجتماع الاقارب، وهذا لا، كتلقيها انها عزيز عليها انها تعطي فرصه لراسها مع راسها، هذا لراسها وبالتالي حتى الاخرين، كتبغي انها تعطي واحد المساحه للاخرين وما كتبغيش تجبد صداع عليها. هنا الناس كتلقي هاد الناس هادو كيحسوا بهذا الضعف، هذا لهاد الشيء كيحس براسو كيقول واش انا، كتلقيه كيشك في راسو، كنخليو هنا المجتمع كيخليه انه كيشك في راسك، لان هذه شخصيه هكا دايره. حنا ما كنتقبلوش الناس اللي كيكونوا انا دايره انا هيدا عامله، ماشي لانني كنبغي نجلس بوحدي، ولكن انا مرتاحه صافي. هنا غادي ندخل العيوب ديال الشخصيه الحساسه او ما هو سلبي في ديك الايجابيه ديالها فيها السلبي. انا نقول لك مثلا استاذ عائشه التفاصيل وندقق فيها، وهذا كاين لي شي حاجات اللي هما تافهين كتدقق فيها، مثلا تقدر انها غير تقول لا داك الصباط ما جاش مع دوك الحوايج اللي لبسنتينا اليوم مزيونين، ولكن داك الصباط لا غيبقى فيها الحال، او لا ما اعمق هي نبره الصوت، هي انسان غير صباح الخير، ولكن غتعرف داك صباح الخير مش من طريقه وداك الشخص، يعني الحاله ديالو واش فعلا قال لا صباح الخير لمجرد صباح الخير، كيبقى فيها الحال. الا كان هذاك معصب ولا هي كتحسب على راسها هي صحيح. انا ليا انا يودي الا ماشي عليك، هذه من عيوب الشخصيه الحساسه. صحيح. يعني الحاجات اللي هما التفاصيل هي فيها. انا قلت لك قبيله وهذا المشكل فوالا، والتدقيق في التفاصيل عاود كيسبب مشكل نوع ديال شخصيات وحدين اخرين اللي ما كيعجبوش عليك، اقول لك التوازن فعلا. وبالتالي هنا هاد الشخصيه هذه الا بغات انها هي كنز، شتي اللي عنده شخصيه حساسه هو كنز، خصو يراعيه، خصو يعرف كيفاش يستعملوا وفوقاش يستعملوا عليها. يعني انا التفاصيل ديال التفاصيل اللي ما غينفعونيش ما كاين، ما عندي، اللي غيضروني ما عندي ما نعمل بهم، اللي غنضر بهم الاخر بحال اللي قلتي لي، ما انا ما بغيتلكش انك تبقى تدخلي في التفاصيل ديالي، ما عندي ما ندير بهم. كاين تفاصيل اللي غادي يهموني، كاين تفاصيل اللي انا اللي نشري راحتي وما نخافش فيهم، راحتي وراحت الناس، لان صحيح. انا مع الناس صحيح. كاين هاد الشخصيه هذه داك التعاطف المفرط اللي قلنا عليه، بعض المرات هي كتدخل في داك التعاطف
كاينين الناس اللي كتقول لك انا سيدي كتقول لك انا جارتي كتدق عليا مع الصباح غير كيخرج راجلي للخدمه كيدق عليا مسكينه وكتشكي لي وتكبكي لي، ولكن انا كيكون عندي الشغل ديالي حتى انا وهادي وهادي ومشغوله ولا ما فيا وهذا، ولكن مسكينه ايوا ما عندها ما عندك ما دير كنبقى معاها وهذا واخا كتعطل وانا الشغل ديال الدار وتابعني وعندي بعض المرات كيكون عندي شي حاجه ما نعملها. لا هذا تعاطف مفرط، لان غنتعاطف مع جارتي وغنسمع لها، ولكن الوقيته اللي انا مثلا ما خصنيش الوقيته اللي انا ما قادرش الوقيته اللي عندي الشغل ديالي ما عنديش الشغل ديالي عادي. هاد الثاني هادي خصنا الشخصيه الحساسه انها توازن فيها، غتعرف فوقاش انني نتعاطف فوقاش ما نتعاطف شيء مع التوازن. راه في الحياه كيعطينا شي حاجات اللي هما كنخدموا على راسنا كنوليو شي حاجه اللي هي رائعه. راه كنقول انا الشخصيه الحساسه شخصيه رائعه، ما عندنا ما نقولوا فيها الا ان هاد النقط هادي ضروري انها تعالجها، خصها غير نقطه ديال التوازن. هادشي اللي كاين الشخصيه الحساسه بحال اللي قلت لك انها تكون مهذبه بزاف ولطيفه بزاف. بعض المرات كتلقيها سمح لي عندك وبعض المرات حتى انها كتصدع الناس بديك الاحترام ديالها وداك اللطافه ديالها بزاف، لان حنا كنلقاوهم في المجتمع ديالنا لدرجه الناس كيصحابهم انه نفاق. هو ماشي نفاق، هي ديك الطريقه ديالها داك المشاعر ديالها فائضين حيت يسمح لي كتعني لها على داك الشيء كتقول يعني ولكن شوفني كتعطي من بزاف كترجع لك انت عليك انت كتضر راسك انت الناس كتزعجيهم بديك قوه واسمح لي يعني وبزاف. لا انا عاوتاني خصنا نتوازنوا فهاد النقطة هادي اللي انا كنقول كنعاود نقول الشخصية الحساسة شخصية رائعة، شخصية ايجابية، شخصية جميلة، شخصية عندها من الفطرة الانسانية واحد 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 القدر الكبير، غير انها الى خدمت على راسها وعلى النقاط اللي قلنا عليها غادي تكون واحد الشخصية في حياتنا، غتكون هي كشخصية أجمل. يعني غتعطينا اجمل ما فيها، غتعطينا داك الشيء اللي ما خصوصا كوتش يعني حنا ولينا في واحد الزمن اللي بغينا نقولوا او الناس ما بقوش كيحسوا بباطياتهم واحد الدرجه كبيره فعلا. يعني ملي كتلقى شخص فيه هذه المواصفات هذه الانسان يعني يتشبت وكيروم ليه كيحس بنفسه انه باغي، حيت حنا ماشي كلشي ولكن يعني ما كنلقاوش شكون يسمع لينا، ما كنلقاوش شكون يطبطب علينا، ما كنلقاوش مع من نحسوا بالامان. حنا كنهضروا كنخافوا غير الهضره ديالنا اللي تفهم عوجه او ما تفهم بواحد الطريقه صح او ماشي داك القصد اللي حنا كنكونوا كنقصدوا. فملي كنلقاو شخصيات يعني فحال الشخصيه الحساسه او ناس يعني عندهم الشخصيه الحساسه فكيعجبنا نتشبتوا بهم كثر، غير هو فحال اللي قلنا الحساسيه ديالها المفرطه هي اللي كتسبب واحد هو في خبرك استاذ عائشه انه هو ملي قلت لك هذا التعاطف هذا مثلا انا اللي عطيتك داك المثال ديال الجاره، فالشخصيه الحساسه مور داك الشيء كيبقى يلوم راسو واش تيكو هين غير سمعت ليها مسكينه كيرجع كيلوم راسو كيقلب راسو كيحس بالذنب. شتي ديك التفاصيل الصغيره اللي قلت لك مثلا اللي قلت لك راه حوايجك وهذا غير الصباط كتلقايها نهار كامل غدوزو ما فيها ما يتشاف مع الصفا وهذا، علاش انا كنا انا صحابني كنا راه لبست هذا وهي قالت لي وما عجبهاش وهذا. هي في حد الشخصيه اللي فيها كعزيز عليها انها ترضي الجميع ترضي الاخر، وهي غير لا تدرك هذا الارضاء ديال الجميع. هذا الارضاء ديال الجميع ما يمكنش مستحيل هذا عاوتاني واحد شي حاجه اللي هي سلبيه في الشخصيه الحساسه اللي خصها تخدم على هذه يعني اعمل شي حاجه على راسك انت. بعض المرات كتلقى الشخصيه الحساسه انك كنقول لك تلقايها خادومه فوق صحيح. القياس هنا كنتكلموا كوتش على النساء وعلى الرجال لا اكيد الرجال هي كنظن يعني بالاكثر كتكون دين على النساء ولكن حتى الرجال فيهم لا انا كنهضر على الجميع لا يعني كاينين شخصيات اللي هما رجال وهما حساسين بهالطريقه هذه راه كنشوفوهم في المجتمع ديالنا كتلقيهم انه حساس بواحد الطريقه راه كيكونوا عندهم بوست كبير في 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 حياته كشخصيه في العمل ولكن كتلقيه بهاد الحساسيه هذه لدرجه انه كيوقعوا له مشاكل لان علاش كي هاد الملكه اللي عطاها الله ربع المرات عرفتي هذوك الناس اللي كتلقى يقدر يتنبأ لك بشي حاجه اللي هي ماشي تنبؤ ولكن يحس
ملي كيكونوا قيين بزاف بزاف كيخليو عندهم هذه الملكه هذه كيرعاوها عليها حنايا. هذه الملكه هذه الناس اللي كيكونوا معنا خصنا نرعاوهم، خصو يرعاو راسنا راسهم ونرعاوهم حتى حنايا منين نحسو. ما نستغلوهمش، راه ماشي ضعافين، لا ما نستغلوهمش، بالعكس نكونوا معاهم، نتعلموا منهم، كونوا قرابين منهم، غادي تكون شي حاجه اللي هي جميله، غتقدر تاخذ منهم. طاقتهم زوينه، طاقتهم ايجابيه، خصنا غير التوازن. شتي هاد هي ايجابيه، المفتاح ديال هاد الشخصيه هو نقطه التوازن ديال التوازن. هي فعلا خصها تحاول توعى بهاد الشخصيه ديالها او توعى بانها كتعطي اكثر من اللزوم واخا ما مطلبش منها، ومن بعد كتعصب لان كتقول وانا عملت بلا ما تقول لي وكاين شوف راه درت هذا. هي خصها غير توعى، الا بغينا نقولوا توعى بشخصيتها، توعى بانها انسانه كيف ما اخر ما كيعطيش هو هيداك عامل انت راه اللي كتعطي. يعني انت توعي بنفسك او توعى بنفسك انت اولا، وتحاول تلقى نقطه ديال التوازن اللي تخليك مرتاح. الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه انها شخصيه ايجابيه كنز. شتي الناس اللي عارفين راسهم انه شخصيه حساسه راه كنز، والناس اللي عندهم في عائلتهم او في المجموعه ديالهم شي حد بحال هكا هو كنز. شي حاجه اللي خصها تكون معانا، كنحبوا انها تكون معنا، وإلا كنت بهذه الشخصيه هذه نحافظ عليها، نحافظ عليها. ماشي انا ماشي ضعيفه، انا قويه، غير نخدم على هذه النقط هذه اللي كتصدعني، اللي كتخليني بعض المرات نحس نلوم راسي، نحس اني ضعيفه، نحس اني ماشي في بلاصتي، مع ان انا ماشي ديال هاد، ماشي انا كتبقى بعض المرات انا ماشي ديال هاد الناس، انا بعيده على هاد الناس. لا يعني هنايا صح كتعرفي تتعامل مع الناس، كتلقى انها كتجيها شي حاجه اللي هي كتقول لك انا ماشي ديال هاد الناس، انا ماشي ديال هاد المجتمع. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا بهاد استاذ عائشه ما كينجحوش على بعض المرات، كتلقاه كيبدل البلاد لانه كيحس انه مضغوط انه عليها. انا كنقول هاد الشخصيه راه شخصيه قويه، شخصيه ايجابيه، غير الله يخليكم انها تخدم على راسها. شخصيه انا كنقول لك اللي هي متميزه، ماشي اي واحد تقدر تكون عنده. كاينين شخصيات اللي هي شخصيه قويه، شخصيه تايقه في راسها و ولكن هذه عندها شي صفات كتكون بالفطره اكثر. يعني بالفطرة. شخصيه مثلا قويه او هادو نقدروا نخدموا عليها، ولكن هذه كتكون من عند الله. صحيح. كتكون من عند الله فعلا. تبارك الله عليك كوتش، كنكون سعيده فعلا بالتواجد ديالك خصوصا النهار ديال الجمعه، وكنحاولوا من خلالك نشروا طاقه ايجابيه للمستمعين. شكرا لك كوتش حبيبتي. بارك الله فيك، شكرا. مرحبا. أعزائي المستمعين، كتسمعنا الكوتش مليكة حلحول مدربة التنمية الذاتية، اليوم تكلمنا معها على نمط ديال الشخصية الحساسة.